عاد ما ادري ليش كان بالسويتش يقولون لك اطواله كانت يتحلطمون على ال... على ال... ايش يسمونه هذا حل الكونتنت مال الكونتنت يقول لك اطواله ما وصل الكونتنت بس يعني ويلكم باك ويلكم باك هلا لا شكرا شكرا عم بلش يلا ايش بنطق احنا الحين ريس انت قصدك الحين بنطق تترا مشكلة امسا ستريم انت هوندا هوندا مشكلة انك امسا ستريم يعقوب يقول وده ياخذ ستريم خلاص نسلم يا يعقوب وندش احنا بروحنا بعدين شلون يا حق الصندوق يعني مصدق صدق باخذ لي شيء تشيل حي شنو ما خلالك عدول اكيد ما ادري قال ما مو محتاج مال بيزنس ما شنو خلص حمد خلص حقي صوب وين واير بوك طافني عادي عادي تحصل وايد زي شو سمونه شو بغيت اقول يا الله لا لا حمد قاعد اليوم ولا مو قاعد يعني شنو سؤال تريك كويستشن ولا شنو لا يعني انا يمكن بعد هالكويست يمكن اريح لي شويه انا هذا اللي قصدي يعني انت تقعد اريح لي شويه كمل ولا ايش بتسوي ان شاء الله قاعد ان شاء الله خلاص نكمل انا وحمد نشوف يمكن بس تاخذ بريك عشاء بس بعدين ارجع انا هذا هم بروح اتعشى وهالسوالف تصير تقول يلا رحت اتعشى خلود اها الاكل باللعبه شهيكه عندي رايح عندي ذو ديتيل دول وين ودينا دول وين وديك مكان يعني كلها طيور بفات بويزن توت انا رحت هناك كملت لا كان جريت ليلي في على الصخره تحط هذا الهورن الهورنت انا بخش تشوفوني ما ادري ايش قاعد تقول حد اهم شيء انه يا ابي حمد حمد جاي لك ترى يعني صدق انا احتاج سمعت البست هذا تعال والذين السمك ابي فان البوس ما شفتكم انتم ماكم هناك ايوه اخكم يا خسي انا قبل عندي خرامة اوراق تشبه شنو؟ شو الخرامة هذه؟ عرفت اوراق اوراق قول له وين راح؟ احرق هذا اول ارجنت ما عشته حتى لي يا جماعة سويت ايش يسمونه؟ يس اشوي انا طقيت سوبر صك عدول ايش بيسوي ايش بيسوي؟ اي والله هده لقيتني عدول هذا نقدر فيش كرشة ولا لا؟ يسوس ايه ما طقت فش عاد مو الحين مو الحين ايه
لوت اوه والله بغيت اموت قاعد اقول لك هذا صاحبنا يسوي اكشن بالبالي ما عندي ايش يسمونه واير باك ولا مش حكا يوهو وهذا بالضبط كان شعوره يا بينجز بينج قاعد يتف الارض عاكزي شت شو سوى هذا؟ الحين بيقرمك شو سوي؟ سلم نفسك نحاش راح طاقتي حاش على حبي حاش يبي عدول مني ما عندي واير ما عندي واير كان كول داون سويت طاري ترباري وعليك اكسر راس انا حاش ما ادري ايش كسر راسه انحاش ما ادري مشكله اني ما احس متى قاعد يطقني بس فجاه طقت ربع هذه فجأة ضغطة شي تشوف الموت شي ما عندك واير ما تخش واير شي راح تموت هني تهقى تقدر تكنسله بدنك بوم كنسله شنو اللي تتوقع ولا ما تتوقع قاعدينك ما تتوقع لكي لايف فاوند شنو هذا لكي لايف فاوند كسرنا راسه طاح اذا طاح الجبل كثرت سكاكينه شكل يا حبيبي ليش كل شيء دفلكت صار ضعيف شايني بطل ما بوش يعني كان يايلي تشي مجبل ومعطي كاونتر وكل شيء صح بعدين تبوش ما يصير سمعت
الايم مال السيدي هني مو صدق. الله هذيك باكر الطق. يعني بلش دمج ترى تو يبلش اذا تبي تسوي شاربن حمد تقدر تركب الكلب وتسوي شاربن نص الهوشه على اساس لا توهق. عمل صح اساس تقدر تتحرك. طبعا ما يطق. اعتقد كم طق على راسه ترى يدوس البس اخ ما يطق على راسه هم طاح. الدنيا بخير عجر. طاح ما صار عليه اذا كرسل شبي هذا عشور مر ولك عشوري بطبط. زين عاشور ليش شي يسمونه انا داش بخلاقي خل هذين اقرسم وخر لك كذي شرطك هذا فيها سبب ارمر شكل ارمر بس مو انفيزبيلتي. لا مو انفيزبيلتي بس طيح الدمج وايد. اي قاعد اقول انا لا استقر استقر هو اكثر شيء بس هو الداش يغشك عبالك انفيزبيلتي. نحاش كل هذا محاولته جيدة ومني ما عندش البداية ترى ها سنايبر يقول تلعب اللعبة قصة كمان مع اخوياك ولا بس مهمات قطرنج هاب؟ ما ادري عدول المين كامبين تقدر تلعبون يا بعض المين كامبين ولا بس شو اسمه؟ بس القطرنج هاب غير المشينات هذه ها؟ ترى عندي سوبر ها؟ شنو؟ وينكم موجودين؟ مو اكيد حمد مو اكيد عن سالفة ايش يسمونه؟ ما ندري يعني شلون حاشني؟ عصر. بس هم حاطين كاتيجوري ان في هب وفي الفيلج الفيلج اللي هو ستوري على قولتهم ما ادري انا صراحه الفيلج هذا بس حقك بروحك ولا يصير يدشون معاك ولا لا بالعاده بس على قولتهم بس هم شنو قاعد يقولون؟ قاعد يقولون ان الفيلج كويست ار ديزايند تو بي سولوبل يعني اي فاضي حقا لو اقطع عليه كوناي يموت جرب اثنين تبون تكون اثنينات لين يموت اثنين اخر احد اخر صح مشان يصفق اعطاني ستان ايه يعطيك ستان يا كعني عندك واير اذا ما عندك واير جي جي اي سحن فجر دينجز بطبط اوه يا حشته ايزي ديتور
جيت وراه. زين انا اروح اتعشى. يلا يلا كلنا نروح نتعشى. عياد بس. اوكي. عياد صالة شوية قبل يا شو يسمونه اهلي امرتي وامي شوية. ناخذ بريك و... يعني. ايه اخذ لي بريك وبعدين نكمل اذا تبون تكملون. اوكي. انا قاعد ان شاء الله اليوم. في مايننج هني حمد جنة. لأن يعقوب بيلعب بالستريم مارفل توتشنا فخاص خالي لعب مارفل نشوفكم إن شاء الله على خير كملوا ما يعقوب إن شاء الله ها بس أنت بتكمل ها حمد إن شاء الله إن شاء الله أوف ستريم اللي على الستريم يبون يشوفونا نكمل كلموا يعقوب قولوا له عشان لا استريح أنت ومارفل توماتك جي جي شيخ والي ومارفل توم اي طايح فيها يعقوب هم عندهم شي يسمونه هذا البلاتفورم مالهم مال فايتنج مو ايه فايت كيد فايت كيد شوف انا واحد جاي لي تكن قاعد اسولف معاه وهذا قل له التكن هذه مالتكم ترى لعبه زباله قل لي تعال فايت كيد نلعب تكن فايف قلت له عاد استريح عاد تكيد عاد تكن فايف عاد مره واحده وهو شدد من هذا ما اعرفه ترى شوف عندك مفروض انه يكون عندك وايد جيزي خل الذين سووا اتش ار 2 ايه المفروض يصير عندك وايد شو يسمونه خيزو ملوت المدينه ها حمد لا تنسى تاخذهم اوكي 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 عدل وحوش مصر انتر 3 هذا عرفت اللي حط مخده على راسه ايه مال الطيارة عرفت هذه؟ يب 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 ترى أنا واقف على HR2 ما سويت كوستات HR2 ف... يعني إذا كان يبي طوفنا كان طايفنا والحين واصل HR أنا تدري يعني أنا سكل ترى بس استعراني عندك طفاية أمك شيء ما كذا أقول لك يعني إن عايز نشوف أشياء ويا بعض راح تعيش يلا يعطيك العافية يلا يا جماعة الله يعافيك حبيبي نشوفكم على خير حمد